اهداف التنميه المستدامه اللي انا حققتها ان الماتيريالز اللي استخدمتها في المباني بتاعتي اولا تبقى فريندلي مع البيئه، ما تضرش البيئه. عندي مواد طبيعيه موجوده في المكان. طبيعه البناء عامه في الفيوم، الفاونديشن بتاع المباني بيبقى حجر قارون وبعد كده يطلع طوب احمر. حاولت ان يبقى الطراز المعماري هناك معتمد على الفتحات المعماريه الواسعه الكبيرة، فحاولت ان انا ده ارفلكت بيه على المشروع. نفس الوقت احافظ على صحة وسلامة الاشخاص اللي هيبقوا متواجدين، ان هم يكونوا في مكان امن صحيا ليهم، مكان بيور، هوا نظيف، ان هم قاعدين في مكان نظيف مش مكان مهيئ ليهم. الاكل اللي بياكلوه اورجانيك، سواء بقى فاكهة خضرة، هم بياكلوا حاجات اورجانيك مزروعة قدامهم على الاراضي الزراعية اللي هم قاعدين وسطها فيها. يعني الاكل اللي هياكلوه، الجبنه، الفطير، الحاجات دي كلها بتتعمل اوريدي، هما بيعملوها بايديهم وبتتعمل من المحاصيل بتاعه المكان. فكان مهم جدا ان انا احقق بيها، احافظ بيها على سلامه الناس اللي هتبقى متواجده عندي في المكان. استخدمت سستينبل ماتيريالز ان هي تعيش معايا عمر طويل، لان السستينبيليتي مش هيتحقق غير انه حاجه تبقى صديقة للبيئة وعايشة عمر طويل، ما مش محتاجة ان انا اعملها مينتيننس او ان انا صيانة كل شوية. فدي كانت حاجة مهمة جدا استخدمتها. ده ما يزيد عن 10 اهداف. هايلة.